حكيم تدلعبت مع جيل رائع متميز، مزياني كنت تشكل معه ثنائي رائع، الجزار كنت انيقا مراوغا بارعا. كنت صغير وصغير ولكن مهاري. يلا نشوفوا بعض لقطاتك لما كنت مع فريق اتحاد الحرش. يدخل فرحات ومزياني عبد القادر، مزياني عبد القادر من بعيد، اوه هدف ممتاز رائع رائعه هذه الرميه من مزياني عبد القادر، مخادعه الحارس من حوالي 30 متر، وصالح كمال كان يظن ان الكره خرجت والكره تدخل في شباك الحارس صالح كمال وفي الزاويه اليمنى. هذا الهدف يذكرنا بهدف اللاعب بيكنباور أمام الحارس ياشين، لاعب بيكنباور أمام الحارس ياشين في سنة 66. فرحة كبيرة عند اللاعب مزياني، تهنئ يهنئه رئيس الجمهورية ويهنئ كل اللاعبين على هذا الفوز. فوز الرياضة أي كرة القدم. ومزياني، مزياني عبد القادر مدان دائما، مزياني وراء كل الكرات والتبادل خطير. مزياني هذا مدان، مزياني شوف كيف يوزع الكرات، شوف اللقطة الرائعة، شوف اللقطة الرائعة وضربة الجزاء. بالفعل بالفعل لقطة رائعة، تبادل كروي ممتاز ما بين مزياني ومدان، ومدان كان رفع كرة بطريقة فنية وكان فيه الدفع، دفع من طرف أحد المدافعين، وبالتالي بن جهان يعلن على ضربة الجزاء. ها تفضل. هذا الجيل صعب أنه يتكرر في الحراشة. لا نظن باللي فكرتني يعني في الصور كما يقولوا، ولكن سيتي هذو هما الاشياء اللي تغيروا لي انا، هذو هما الاشياء اللي تغيروا في كره القدم. خاصه في الحراش انا تربيت ثم، يعني درت كاع لا فورماسيون ديالي تم، ونشكر كل الناس اللي عاونوني تم في اتحاد الحراش، وخاصه اللاعبين القدامى شفت مزياني وكان رابح الحسن الله يذكره بالخير. ولكن كانت عائله، حنا كنا نسكنوا كاع في حومه واحده،
ونلعبوا للنادي، يعني ما كاينش ما تقدرش تلعب في فريق اخر. حنا كما يقولوا الحراش كاين لاريف دروات ولاريف غوش، حنا كنا لاريف غوش اصحاب الواد للفوق. كان لونيسي، كان باداش، كان بوكره، كان كراس، كان يعني كنا شبان يعني. والشيء الايجابي هو ربع هذه الكاس اللي خديناها، بصح انايا خديت ثلاث كؤوس مع الاواسط، يعني لا جينيراسيون تاعي انايا كراز، كان معنا مراد رحموني، كان رحمون، سيدي لونيسي، سيدي جون اللي خدينا كؤوس اون جون، يعني بطولات كيف باسكو انا على الاج دو 16 كنت لعب سينيور في الحراج. ولكن يعني واش الشيء اللي ما ننساش هو يعني نون سولمون هذوك الجماعه تاع الحسن افتيسال مزياني وكاع، نون سولمون لعبنا معهم فوتبول ولكن رباونا باتم معنى الكلمه. شوف ديري نوزون بيان ايدوكي دون لو ستيل تاع الفوتبول، كان الاحترام، كان نقدر نقول لك كيما واحد كيما الحسن رابح كي يدخل هو لا دوش حتى يخرج هو يبدل باش ندخلوا حنا. فوز ايماجيني سا، يعني وحنا كنا تيتولار ونلعبوا في ليكيب ناسيونال اسبوار ولا جونيور، ولكن هذيك يعني لو ريسبي وكذا اللي تاثرت انا به، وخاصه يعني جامي جوبليري وتتألم لوراك تحت الحرج صراحه. بيان سور نتألم، مؤلمة كثير، نتألم كثير، بيان سور نتألم لأن يعني لي سي بو سا اللي قلت لك كريم، كل إنسان كيما واحد الخطرة سألوني قالوا لي أنت اللاعبين هذو اللي يجوا كيحبوا الجزائر، قلت له شكون يقدر يدخل في قلب واحد؟ واحد ما يقدر يدخل في قلب. هكذا دي فوا نتلاقى مع الناس يقولوا لي حكيم أنت راك في لا فيديراسيون وما دير والو الحراش يعني، ولا ما دير والو جياسكا، ولا ما دير والو. ولكن الانسان كل واحد ما يقدرش يدخل الانسان في قلب الواحد، يعني كل واحد يعرف روحه، ماشي يقول لك واحد ما تتالمش على الوضعيه تاع الحراش. نتالموا بيان سور، تتالم لما تلعب يعني تتربى في فريق وتشوفه كيما شرح، يعني سي ديزولون سي ديزولون. ولكن هناك ناس اللي لحقوا الفريق هذا لهذه الدرجه، لان لما احنا كما قلت انت الجيل الذهبي تعاود تشوف الفريق اللي فاز بكاس الجزائر كاع ولاد يعني تربوا في الحراج، يعني بدون جهويه ولا لا، بكري هذا هو السلوغو. حنا جانا واحد من خارج من الحراج، شفيت انا عليه، تقدروا تسالوا تذكروه مازال الان يعني نحييه وزميل تاع، جانا لوصيف عبد الكريم من البرج، تجوز العسكر جاي يلعب في الحراج، والله العظيم عيسى غير في رمضان تولي جول نضاربوا شكون يديه ياكل عنده. تالمو كانت المحبه يعني سيتي 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 فريمون ان كلوب دو فامي. طيب الان حكيم مدان تقول تتالم وتتاسف، مشكل تسيير، مشكل صراعات؟ نظن هي عيسى، نظن مشكل يعني لا بوليتيك دو كلوب، لان يعني قلت لك هناك فرق يكونوا، هناك فرق عندهم لاعبين يقدروا يجيبوهم، يعني نقدر نقول لك لا ديفيرونس بين شبيبة القبائل واتحاد الحراش، اتحاد الحراش فريق يعني يكون لاعبين سا توجوريتي يعني ميزون كاري سي دي سي اون ريجيون ويا دو بون جوار وسي ان كلوب فورماتور. شبيبة القبائل سي فري كان عند كاين ايضا لاعبين يعني تفورماو في الكلوب، ولكن يجيبوا بعض اللاعبين اللي يديروا لا ديفيرونس. تمر لي الكره هنا حكيم، تتالم لاتحاد الحراش وسعيد لشبيبة القبائل، الشبيبة التي توجت معها بلقبين افريقيين. نخليوك تشوف معنا تتويجك بكاس الانديه البطل عام 1990، بعد ذلك كاس الكاف سويا في هذه الصور. موجودين هنا بمنطقة
مذكرة بعاصمة زامبيا. يفوز فريق شبيبة القبائل، يفوز فريق شبيبة القبائل العالم كان ريفيز من زامبيا بالضربات ضربات الجزاء، وينال بذلك كأس إفريقيا الثانية. اسمح لي عبود، والآن تسلم إذن الكأس لصدمي عبد الحميد قائد فريق شبيبة القبائل ويتوج بذلك. هيا شبيبة مفخرة الجزائر، كتبت اسمك بأحرف من ذهب أيضا فيها قبل ما تحترف، وبعد الاحتراف عدت وتوج بالأفضل. لي شبيبة القبائل يعني عندها فضل كبير، يعني لأن شبيبة القبائل فريق كبير، احنا كل لاعبين يعني لا جينيراسيون تاعنا اللي جزنا تما. نشكر كل المسؤولين اللي خدموا معنا، ونشكر الجمهور لان عطاونا اشياء اللي ما تقدرش تتصورها. وهذا يعني نشفع على الفوز في لوزاكا بكاس افريقيا، وين فزنا هنا 1-0، ثم فزنا كنت ضربه الجزاء، ومن بعد ذلك سجلت يعني الاشياء اللي ما تتنساش. هذا اللي نقولهم، يعني تقدر تقول واش تحب، ولكن تاريخ لا يمحى. لا يمحى. توحشنا شباب قبائل كاس افريقيا عيسى صراحه، تقاليدها، الاجواء. كنت في فتره ما بمثابه منتخبنا الوطني، يعني اسعدنا بصراحه باجيال متعدده من حكيم انت. كل المتتبعين طبعا سواء من الجيل القديم او الحالي اللي تبعوا فريق شبيبه القبائل، يقول لك بانه بعد الظروف الصعبه اللي مر بها والوضع اللي يعيشه فريق شبيبه القبائل، ليست هي مكانه شبيبه القبائل، لابد على الشبيبه ان تعود. الان شبيبه حكيم مدان مرحله الذهاب في بطوله هذا الموسم بتشكيله شابه بفريق مسير جديد، يعني مرتبه ثانيه في البطوله، تنتظر انها تعود. لا نظن بلي حاليا نقدروا الا نشجعوا يعني هاد المجموعه، يعني هاد المسيرين وفريق شاب كما قلت انت عيسى، يعني كلمه صحيحه، يعني فريق شاب ومدرب ايضا اللي يميتريز لا سيتياسيون. نظن هذا الفريق ما لازمش نديروا عليه الضغط، لابد يخلوه يعمل النتائج. نطلبوا نتائج لهذا الفريق على 3 سنين وعلى 4 سنين على الاقل، ولكن لازم يخلوا المنظومه، يخلوا الفريق كما راه، ويجيبوا بعض اللاعبين. يعني الانتدابات ما تكون كما بكري، يجيب واحد. شفت انا نهار جيت انا شبكه القبائل، رحت انايا واسمه تاع علي كان في برج منايل، يا ربي تذكروا بالخير المنصب ديالو. ومن بعد العام قبل حمراني، حمراني السعيد، حمراني السعيد، مشينا انا وياه لشبيبة القبائل، والعام من بعد جا موسى صايب. يعني الانتدابات كانت نوعيه ولي سيبلي، ماشي عام هذا يخلص. وكان عندكم تقليد رائع، جمال منادين ينهي احتراف ويعود للشباب يفوز بكاس افريقيا، حكيم الدان ينهي المشوار الاحترافي يعود لشبيبة القبائل يفوز بكاس افريقيا، صايب موسى صايب. كريم ما تقدرش لما تلعب شبيبة القبائل، لما تكون لاعب وتلعب شبيبة القبائل، من الصعب باش تروح تلعب في نادي اخر، من الصعب. يولي يسري في دمك يعني في عروقك. ما تقدرش صراحة، يعني ما تقدرش. والفريق هذا اللي كنت تشوف فيه تاع 3 كؤوس افريقية هي من جيل رائع ايضا، جيل فريق بالقايد، جيل دريوش، جيل ابراهيم زافور، جيل رحو، جيل بن حملاط، هذا الجيل كامل اللي كان يعني بدا من 99 من النهائي اللي انهزمنا ضد مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، ولكن يعني لي فروي كانوا 3 سنوات من بعد. الشيء الايجابي ايضا حكيم مدان، لما تشوف انه ابناء الفريق الان حاليا يعني اللي راهم في التسيير، توجد عيبوت، توجد رحوت، توجد اي طاهر كعروف كذلك. انا بيان سور هذا لازم نشجعوا هذه الاشياء، عوده ابناء، لان ابناء الفريق ما يحبوا الا الخير للفريق وانت ايضا الفريق. ونحن ايضا نحب يا عيسى الخير لحكيم مدان، ولكن الوقت ايضا انتهى في هذا البرنامج.